تنوقل حديث، وهو قيل يا رسول الله متى تنتهي الحرب؟ قال إذا امتلأ الوعاء بقول حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الحديث بعد البحث عنه لم نجد له أصلا في كتب السنة، ومن ثم فلا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يثبت وتتأكد صحته. ولا شك أن ظاهر هذا الحديث من حيث الظاهر أنه يخالف حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين، حديث عروة الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم، يعني أنه باق إلى قيام الساعة. بل نص أهل السنة في كتبهم على أن الجهاد ماض وباق إلى قيام الساعة، كما قال الطحاوي رحمه الله لا ينقض ولا يبطل. لما؟ لأن الرافضة لا ترى الجهاد إلا مع إمامهم المعصوم كما زعموا، وإن كانوا يريدون أن قول حسبنا الله ونعم الوكيل تقال عند الأزمات والملمات فلا حاجة لنا بحديث لا يعرف له أصل، لأنه ثبت عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حسبنا الله ونعم الوكيل لما قيل له إن أبا سفيان في غزوة أحد قد رجع إليك. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما قيل إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.